قال المؤلف رحمه الله: كلام أن الجمد هاء مطلقة بشرط منع العارك. بسم الله الرحمن الرحيم. مما يمنع الصرف اجتماع العالمية والتأنيث بالهاء، فإن كان التأنيث بالهاء مطلقا منع الصرف، سواء كان الاسم ثلاثة أحرف أو أكثر من ذلك، فتقول: مررت بثوبة، مررت بهيبة. المؤنث بالهاء يمتنع صرفه مطلقا. واضح؟ كلام مؤنث بهاء مطلقا، وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث. إذا كان الحرف المؤنث دون 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 مؤنثا بغير الهاء، شرط منعه من الصرف أن يكون زائدا على الثلاث، كسعاد وزينب. واضح؟ فإن كان ثلاثي على ثلاث أحرف وسطها محرك، فإن حركة الوسط نشأ عنها ثقل عاد الحرف الرابعة فيمنع من الصرف، كسقر أعوذ بالله منها ولوى. واضح؟ أنا أقول: وشرط من الآل يكون ارتقى فوق الثلاث. أو كجورة، جور اجتمع فيه التأنيث والعالمية والعجمة، فامتنع من الصرف. وسقر أعوذ بالله منها اجتمعت فيها العالمية والتأنيث ووقعت على ثلاثة أحرف، فنقص ثقلها لأن حروفها ثلاثة، ولكن نشأ عن حركة الوسط ثقل عاد الحرف الرابع الساقطة هو من الصرف قولا واحدا. أرها أنا أقوله القفة أو كجورة أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، أو أن الاسم انتقل من الخفة إلى الثقل، كما لو سميت امرأة بزيد تقول مرأة بزيدة جالسة. أرها إذا كان منقولا فإنه نعم الصف قولا واحدا. نعم. وجهان في العديم تذكرا سبق وعجمة. الذي عديمة تذكرا سابقا كهند وجمل ودعد ليست لم يسبق لها تذكير وليست أعجمية، ففيها الوجهان. فإن منعتها فالاجتماع علتين العالمية والتأنيث، وإن صرفتها فلأنها جاءت على وفق ما تبنى عليه الأسماء العربية الثلاثية والسكون الوسط فهي خفيفة. تقول: واجتمع المنع والصرف، منع الصرف والصرف، يقول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسقى دعد في العلب. وجاني في العديم تلك أن سبق وعجمة كهندة، ومع ذلك المنع أحق. العجمي والوضع والتعريف النازل على الثلاث. يمنع الاسم من الصرف إذا جمع العالمية والعجمة، وشرط العجمة أن يكون الاسم أعجميا في لغة العجم، وأن يكون العجم قد وضعوه علما كإبراهيم ورستم وهرمز وإسحاق ويعقوب وهارون، وضعه العجم في لغتهم ووضعه علما. فإن وضعه العلم في لغتهم اسما وصار علما في اللغة العربية انصرف، كلجام وبندار وفرند. لجام معروف اسم عجمي، إذا سميت في اللغة العربية شخصا بلجام فإنه وإن كان من وضع العجم لكنه لم يضعوه علما فينصرف على الراجح. هذا ما نقوله. والعجمي الوضعي والتعريف أي العدل الممنوع من الصرف، إذا عبروا فيه عن العلم عبروا عنه بالتعريف. هذا فوق كل ذلك. كذلك ذو وزن يخص الفعل أو غالب. كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا جمع العالمية وزن الفعل، ووزن الفعل شرطه أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، كشمر وجاء على وزن الماضي المبدوء بهمزة الوصل، كانطلق واستخرج، أو زاء خاص بالفعل وضرب وشمر، هذه أوزان خاصة بالفعل لا تكون إلا في الفعل. ما حب الله حبيب. يمنع الاسم من الصرف في هذا. تفضل. وزن الفعل مر بنا مع المصرية، وكذلك مع العالمية، وكذلك مع العالمية. العالمية قلت فقط أفعل. أفعل. وزن الفعل وزن الفعل أفعل 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 أفعل. نعم. بارك الله فيك. هنا أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، كالماضي المفتتح بهمزة وصل، وكالمبني المجهول كالضريبة، وقدم وشمر، هذا نوع.
النوع الثاني أن يكون على وزن يكثر في الأفعال كإصبع، إصبع بوزن يركب، وأبلم بوزن يدخل، وإثمد بوزن يضرب، أو كان في أوله زيادة ذات معنى في الأفعال ولا معنى في الأسماء كيرمغ وأفكد اسم للرعدة وأرنب، لو سميت شخصا أرنب يمنع من الصرف لأن في أوله زيادة ذات معنى في الأفعال، الهمزة في أول الكلمة تدل على التكلم في الأفعال، والياء في أول الكلمة تدل على الغيبة في الأفعال، واضح؟ ونقول كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، فإذا كان غير غالب كجبل، جبل سميت شخصا جبل ينصرف لأن فعل وإن كانت موجودة في الأسماء لكن موجودة في الأفعال لكن موجودة في الأسماء أيضا بكثرة، واضح؟ وما يصير علما من ذي ألف زيادة الحاقين فليس ينصرف. قال يمنع الاسم من الصرف إذا جمع العالمية وألف الإلحاق المقصورة، كما لو سميت شخصا علقى نوع من الشجر، وذفرى اسم للمكان الذي يعرق من الجمل، أها يعرق من الجمل، فالمانع له العالمية وألف الإلحاق المقصورة. قال وجه ذلك أن ألف الإلحاق تشبه ألف التأنيث في أن كل منهما مزيدة في آخر الاسم، وأنها تقع في مثال صالح لأوزان ألف التأنيث، فذفرى بوزن ذكرى، وعلقى بوزن قتلى، واضح؟ أوزان ألف التأنيث مقصورة 12 وزنا سوى تأتيك، وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغري، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولة ومرطا ووزن فعل جمعة ومصدر إلى آخره، فهي دائما تقع على أوزان ألف التأنيث المقصورة وتشبهها في أن كل منهما زائدة غير مبدلة من أصل، ولذلك كان عليه قالوا على ابن مالك هنا كان يقول ألف التأنيث المقصورة، لم يقل مقصورة ولم يقيدها بمثال، فلم يفعل كما فعل في الكافية، قال وألف الإلحاق مقصورا منع كعلق إلا علمية وقع، كعلق لم يقيد بمثال ولم يقل. أما إذا كانت ألف الإلحاق ممدودة فإنها لا تمنع الصرف لأنها مبدلة من أصل، لو سميت شخصا بعلباء أو قوباء انصرف، واضح؟ أنا أقول له ما النص مرة أخرى، وما يصير على من ذي ألف زيادة الحق فليس ينصرف، اقرأ ويعلم من صرفه إن عدل كفوعا للتوكيد أو كفوعا، العدل يمنع مع العالمية في ثلاث مواضع، والعالم يمنع صرفه إن عدل، وكذلك فعل في التوكيد أو كذو على، فتقول جاء النساء جمعة أو كتعة أو بصعة، قالوا هو معدول عن جمعاوات أو جمع، لأن أجمع على جمع، أفعل على فعل كأحمر وحمر، قالوا معدول إذن وقع العدل. والتعريف قالوا هو يشبه العلم لأنه معرف بغير أداة، أو قالوا هو معرفة بنية إضافته إلى ضمير مؤكد، إذن اجتمعت الفرعية اللفظية وهي العدل الذي تحققنا منه وقلنا له هو عن فعل أو عن فعلات، والفرعية المعنوية وهي كونه يشبه العلم لأنه عرف من غير أداة أو أنه معرف بنية الإضافة إلى ضمير مؤكد. جاء النساء جمعة أي جميعهن، واضح؟ هذا جمع كفوعة للتوكيد أو كذعل، ذعل علم، تقول جاء ذعل ورأيت ذعل ورأيت عمر ومرت بعمر. قالوا الفرعية المعنوية هي العالمية، والفرعية اللفظية أن نقدر أنه معدول عن عامر أو عن فاعل أو أذعل، وعن زافر في زفر، وعن هابل في هبل، أظهر. قالوا حملنا على ذلك شيئان، أولا لو لم نقدر العدل لجعلنا عدة علة الصرف العالمية وهي لا تمنع وحدها، ثم إن وجدنا أن الأعلام كثيرا ما تنقلها العرب من الصفات،
فلنقدر أن عمر منقول عن عامر. ولذلك فائدتان: التخفيف اللفظي، التخفيف اللفظي، عمر أخف من عامر، و وتمحض العالمية من أول الأمر. إذا قلت هذا عامر قد يظن أنه مكان عامر، وإذا قلت هذا عمر تعين أنه عامر. واضح؟ والعدل في الإعلام نقدره بقدر الحاجة، إذا وجدنا غيره فهو أولى. مثال ذلك: طوى ممنوعة من الصرف، فلنقدر أن مانعها العالمية والتأنيث. تتن ممنوع من الصرف، فلنقدر أن مانعه العالمية والعجمة. إذن هذه نجوى إلى قدر الضرورة، والأمر سهل. قالوا: مجموعها 15 كلمة. نظمها بعضهم، قال: إن رمت الضبط لما نقلوه إلى فعال، عمر زحل زفر جشم قذم جمح قزح دلف عصم ذعل وحجم بلع مضر هبل وتمتمم ما ذكره بل وتر. وما يصير على من الزين الحاقم لا والعلى نصرف عدلا كفوا على التوكيد أو كذو على. والثالث سحر. أقرأه: والعدل والتعريف مانعا سحر، مانعا خبر، والعدل والتعريف مانعا سحر. كذلك مما يمنع الصرف اجتماع التعريف والعدل في سحر. إذا دل على يوم بعينه تقول: جاء زيد يوم الخميس سحر، كذلك أن تقول: جاء زيد يوم الخميس السحر سحر. أظهر؟ فالعدل واضح عن تعريف بأل، والتعريف هو علم على هذا الوقت من الليل. وإذا كان غير معين انصرف. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وهذا أنا قوله إلا به التعيين وقصة يعتبر في هذا. العالم في هذا الباب يقال له تعريف. إذا تكلم عن باب الممنوع الصرف وقلنا التعريف في اصطلاح الصرف النحوية أن يقولوا في هذا الباب التعريف، وسوف أذكر لك السبب، سوف أرجع إلى المعارف. الموصول واسم الإشارة مبنيان، والباب من باب الإعراب، لا سبيل إلى ذكرهما هنا. الباب من أبواب الإعراب، واضحة؟ المضاف إلى أحدها، المضاف إذا كان ممنوعا من الصرف وأضيف يصرف، إذا ليس الكلام فيه، واضحة؟ المعرف بأد، الممنوع من الصرف إذا عليه بأد ينصرف، لا يبقى إلى العلم، المعارف استقصيتها لك كلها، واضحة؟ إذا إذا أطلق في باب الممنوع من الصرف التعريف، المقصود العالمية من بين المعارف الأخرى، واضحة؟